افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة رئيس الجمارك نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية الممثل الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط ورشة العمل الإقليمية في المبادرات الاستراتيجية لتسهيل التجارة والتي تنظمها شؤون الجمارك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية في الفترة من 1 إلى 4 يونيو الجاري. هذه الورشة نقيمها اليوم هنا في شؤون الجمارك لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، وعندنا الحمد لله مشاركين من الدول كلها، ومنظمة الجمارك العالمية هي القائمة على هذه الورشة بدعم من دول أخرى. واليوم هذه الورشة تهدف إلى تيسير التجارة بين الدول، وبنطرح فيها إن شاء الله تجارب دول كثيرة نتعلم منها لإن شاء الله يكون تيسير التجارة وتفعيل اتفاقية التجارة إن شاء الله الدولية تكون تفعيلها بصورة أفضل بإذن الله. ورحب رئيس الجمارك بكافة المشاركين مؤكدا اعتزاز شؤون الجمارك بعقد هذه الورشة والتي تهدف إلى توضيح طبيعة عمل برنامج الميركاتور والذي يسهم في تطبيق اتفاقية تيسير التجارة، مؤكدا أن شؤون الجمارك ستضع كامل قدراتها ودعمها للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الورشة. وتهدف هذه الورشة إلى تبادل الخبرات والتجارب ما بين الدول في تنفيذ وسائل وأدوات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بالتيسير التجاري. أنتم كما تعلمون فإن منظمة الجمارك العالمية لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير الجمركي ووضع وصياغة كل الأدوات التي تمكن الجمارك كل الدول الأعضاء من تحديث وسائل عملها وتحديث أيضا وتنفيذ كل الآليات خاصة المتعلقة حديثا بتنفيذ بنود اتفاقية تيسير تجاري لمنظمة التجارة العالمية. وتضمنت الورشة طرح تجارب الدول المشاركة في تطبيق الاتفاقية من خلال التعريف بالبنود التي تم بلورتها في هذا الشأن بهدف الاستفادة من هذه التجارب لتفعيل الاتفاقية بشكل أفضل. في